السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطمئن خوتي وحبابي بلي راني بصحة وعافية. درت هذا الفيديو سبيسيال الناس كاع اللي سقسوا عليا، سوا اللي واجبتهم سوا اللي ما نجبتش نواجبهم باسكو كنت مريض شوية، والحمد لله راني بصحة وعافية. نشكر بزاف الناس اللي تقلقت عليا، وبزاف فريمون كتر خيركم والله سي دو كور، يعني من قلبي للقلب نقول لكم كتر خيركم. الحمد لله الحد الجاي ان شاء الله نعاود نولي النشاط تاعي. ومره اخرى ميرسي بوكو، فريمون عرفت واش نسوى عند حبايبي وخوتي. نقول لكم ان شاء الله هذا مرض ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى راني بصحة وعافية، برك أصبت بنزيف دموي الداخل شوية في الأنف تاعي، وطلب مني باش نريح يعني. وهذا الأيام الماضية مرة أخرى كتر خيركم، واللي نختمها بكم ليكم كاع اللي تحبوني. شكرا لكم.